67، مزمور 67 متكون من سبع أعداد. فخلينا مع بعضنا كده نقرأ هذا المزمور: ليتحنن الله علينا وليباركنا، لينر بوجهه علينا، لكي يعرف في الأرض طريقك وفي كل الأمم خلاصك. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة، وأمم الأرض تهديهم. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. الأرض أعطت غلتها، يباركنا الله إلهنا، يباركنا الله وتخشاه كل أقاصي الأرض. هللويا يا أحبائي. يحمدك الشعوب يا الله. تعالوا نحمد الرب النهاردة، تعال أشكر الرب، تعال ارفع الرب النهاردة. هو مستحق وحده أن يرفع في وسط، لأنه هو الرأس، هو رأسنا الرفيع، هو رأسنا، رأس هذا الاجتماع. ما فيش أي رئيس في هذا الاجتماع إلا الرب يسوع المسيح الذي له كل القوة والعظمة والسلطان. نرفعه ونعليه، نسبحه، زي ما بيقول المرنم هنا: تفرح وتبتهج الأمم لأنك تدين الشعوب بالاستقامة. يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلها. نشكر الرب أحبائي، تعال أشكر الرب، تعال احمد الرب، تعال ما تشكرهوش في وقت معين ولا في شهر معين، لكن نحن نشكره ونحمده في كل وقت وفي كل لحظة من لحظة حياتنا، لأن به نحيا، به نتحرك، به نوجد. إلهنا، إلهنا العظيم، هو مصدر خلاصنا، هو مصدر شبعنا، هو صخرتنا، هو ملجأنا. إذا كنت جاي النهاردة حزين، هو فيه الفرح. إذا كنت جاي مهموم، هو اللي يشيل همك. بيقول: ملقين كل همكم عليه لأنه يعتني بكم. إن كنت جاي وفي أي شيء، في كسرة في القلب، أو في أي شيء معطلك، في خطية معطلة إنك تحج برؤية الرب عن حياتك ومخلي حياتك ضعيف ومهزوم، هو فيه النصر النهاردة، هو فيه الغلبة. قل له: أنا جاي أحتمي فيك يا رب، أنا جاي أتمتع بيك النهاردة. يحمدك يا رب كل الشعوب. نحن نحمدك، نحن نباركك، نحن نعظمك، أنك نعظمك يا رب لأنك أنت في وسطنا. نحن اكشف عن عيوننا فنراك يا رب بصورة واضحة، لسنا نريد أن نرى. حول أن أنظرنا عن العالم، حول أنظرنا عن الأشخاص، حول أنظرنا عن نفسنا، عن نفوسنا، حول أنظرنا عن بعضنا البعض، لكن فيك وحدك أنت عيوننا ترتفع إليك. في اسم الرب يسوع نصلي، آمين. آمين. صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين. تكررت في المزمور اللي قراه جناب القسيس: يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. تعالوا نضم أصواتنا لأصواتهم. احتفلنا بعيد الشكر، والشكر والحمد متصلين اتصال مباشر مع بعض. يحمد على صفاته فنشكره، لأن الصفات هي متاحة لكل واحد وحدة فينا. قل يا رب نشكرك لأنك بتعطي بركات، ونحمدك لأنك أنت المبارك. نشكرك لأنك أنت قدوس يا رب، وأنت اللي بتقدس. أشكرك ونحمدك. تعالوا نضم صوتنا لأصواتهم ونقول له: تحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب يا الله، يحمدك الشعوب كلهم. لحن بسيط نقوله مع بعض. يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب يا الله. هذا اللي حنمشي عليه ونقول بقية الترنيم كمان. يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب يا الله. قولوا معي: يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب يا
يحمدك كلهم، يحمدك الشعوب كلهم، كلهم كمان مرة، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب كلهم. أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، يا الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، يا الله تشدو لك القلوب، تشدو لك القلوب، تشدو لك القلوب، يا الله تحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، قولوا معنا يحمدك، يحمدك الشعوب، لك المجد، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يا الله كلهم يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، كل أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، أنت الرب المهوب، يا الله تشدو لك، تشدو لك القلوب، تشدو لك القلوب، تشدو لك القلوب، وتحمدك الشعوب، يحمدك، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يحمدك الشعوب، يا الله لك المجد والسجود والحمد يا سيد. ضم أصواتنا لأصواتهم، نحمدك ونعظم اسمك ونباركك يا رب، لأنك مستحق، مستحق، مستحق. نشكرك لأنك متاح، نشكرك لأنك قريب، نحمدك لأنك بتقدر، نحمدك لأنك شايف وعارف ولا يعصر عليك أمر. نشكرك ونعظمك ونرفعك، نرفعك بحياتنا، نرفعك فوق الجميع بنفس الكلمة، نرفعك ونعظم اسمك يا سيد. نرفعك فوق الجميع وحدك ملك العظيم، نرفعك فوق كل كل نرفعك يا سيد، نرفعك مع بعض، نرفعك فوق الجميع، فوق الجميع، وحدك ملك العظيم، نرفعك فوق كل
أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد بتقولي تستطيع كل شيء. تعال حط كل شيء عند أقدامه وركز عليه وحده. كلنا جايين محملين بأشياء كتير وطلبات كتير، نوحد الطلبات في طلبه وحده. وفي كل شيء، في كفاية كل شيء. يا من تستطيع كل شيء، قل له بسلمك حياتي، بسلمك بيتي وأولادي، بسلمك بناتي، بسلمك كل اهتماماتي يا سيد. قل له، قولي له يا رب، اصرخ له، اصرخ له من قلبك، لأنه جاي يسمعك وجاي يسمعك شخصياً. صحيح في ناس بتسبح زينا معانا ميكروفون وصوتنا عالي بيقولوا قائد التسبيح، لكن هو قائد تسبيح حياتنا وحياتكم. وإحنا زي ما عندك وعندك احتياج، عندنا احتياج، مسكوا بأمامه احتياجنا، واثقين إنه إلهنا حكيم، إلهنا قادر، إلهنا يعمل. اشكره ونعظمه. في عالم الصورة فيه بتتشوه، لكن الكتاب المقدس مليان 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 بما يحمد عليه، بما يشكر عليه إلهنا القدوس. عشان هيك نشكر كل حين، لأنه معانا كل حين بالحكمة. أنت وحدك ماسك زمام الأمر يا سيد، كل الخيوط بيدك وأمين بطول العمر. خليها التسبيحة صلاة قلبك اليوم، وأنت مصدق ومآمن أنه من له كل الحكمة قادر على اللي أنت شايفه صعب في حياتك، قادر على اللي أنت شايفه تحدي. في المسيح يسوع اليوم قل له أنا يا رب في اسم يسوع غالب، في اسم يسوع منتصر. عشان هيك برفعك وبسبحك وبمجدك وبحمدك على صفاتك يا سيد، اللي من أجملها الحكمة، لأنك حكيم في وقت أنا فيه جاهل في كثير من الأحيان. أعطينا حكمتك يا سيد، أعطينا حكمتك، نصدق ونآمن أنك تقدر وتستطيع كل شيء. لك المجد، لك المجد. Thank you.
ساعدني أشكر وأسلم وأستريح
نسبحك ونمجدك ونعظمك. صحيح كلمات التسبيح ليك وحدك، الحكمة ليك وحدك، المجد وليك وحدك، لكن ساعدنا يا سيد، ساعدنا إنه خلي عينينا ثابتة عليك، لأنه اللي عيني عليك المنتظرك لا يخيب، عمره ما يخيب، بل بالعكس الكتاب بيقول يرفعون أجنحة كالنسور. تصوروا إحنا منقوله يا رب ساعدنا نمشي، اسندنا نتعكز عليك، وبقولك بعطيك أجنحة كالنسور. هذا إلهنا اللي بنعبده، اللي بيعطي أكتر بكتير مما نتصور ولا نفتكر ولا نطلب ولا نتصور. يعني ما أعظمك، ما أعظمك يا سيد. كل كلام التسبيح يعجز، كل الحمد اللي منقوله لا يوفيك حقك. لكن زي ما بقول لك في الترنيم اللي جاي، أشكرك على ظروفي لوعودك بتنسيني خوفي. وأنا بصلي هالترنيم لكل أخ وأخت وكل الموجودين معنا واللي منعتهم ظروفهم يكونوا معنا، إنه نكون يا رب اليوم عينينا عليك. لو نطلع بشي من هالاجتماع نطلع ماخدين يسوع لحياتنا الرفيق، مش بس نقول الرفيق الألزق من الأخ، الرفيق، الطبيب الأعظم، السيد، المرشد، الحكيم، الأحكم اللي ما في زيه. أتصرف كما يكون معي يسوع إلى جانبي في كل لحظة من لحظات حياتي، وهذا غرضنا وهي غايتنا يا سيد. ساعدنا، ساعدنا يا رب في اسم يسوع، لك كل المجد. أمين، أمين. أشكرك على ظروفي دي وعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي آتي، يا رب ضامن فيك حياتي. قول مع بعض. أشكرك على ظروفي دي وعودك بتنسيني خوفي وبتطمني على اللي قادي، يا رب ضامن فيك حياتي ومسلم لك عمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا سري، ربي يوصي يا مكفيني بغيرك، وحدك ماليش غيرك، وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي، ومسلم لك عمري، انت حافظ عمري يا سندي ويا يا ستري، ربي وسيلي يا مكفيني تدبيرك تفاصيل معيني. ومين يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك، يلي إيديك فوق الأيام كل اتكالي عليك يا فادي. ومين يقدر، مين يقدر يقول، ومين يقول بعد كلامك يا مالي أيامي بسلامك،
يلي ايديك فوق الايادي كل اتكالي عليك يا فادي ومسلم لك امري انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك وحكمك تدبيرك تفاصيل مواعيدي ونسلم لك عمري انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي أول ما بقول لك أعني حمل تقيل يتشال عني واتذكر يا ربي صلاحك تتبدل أحزاني بأفراحك وأول ما بقول لك أعني حمل تقيل بيتشال عني واتذكر يا ربي صلاحك تتبدل أحزاني بأفراحك قولوا معي أسمعكم بتقولوا ومسلم لك عمري انت نسمعهم بس عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي يا مكفيني بخير وحدك ماليش غيرك وبحكمة تدبيرك تفاصيل مواعيدي ومسلم لك عمري انت حافظ عمري يا سندي ويا ستري ربي وسيدي وسيدي يا مكفيني بخيرك وحدك ماليش غيرك وبحكم تدبيرك تفاصيل مواعيدي أشكرك على ظروفي مش كلام نقوله يا سيد مش شكر شفاه بس لكن حمد قلوب مرفوعة إليك يا رب اليوم نشوفك بصورة أوضح في حياتنا بتفاصيل حياتنا الدقيقة اللي قرناها بالترانيم كم أنت حكيم في حسابها فالأمر اللي أنت جايبيته معك اليوم واللي حامل نقول يا رب هذا صعب كيف رح ينحل أمام يسوع ما في صعب أمام يسوع ما في صعب وانت جاي تسبح وانت جاي تسبح يتأكد انه لك اله حي وقادر عمره ما تركنا ولا احسانه غاب عنا ولا فارقنا زي ما الترنيمة بتقول ما فارقنيش ابدا 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 احسانك ولنا ثقة انه مش رح يفارقنا احسانه يا رب ما تخلينا احنا اللي نبعد واحنا اللي نفارق هذا الاحسان وهي المراحم من فضلك قود حياتنا يا سيد من فضلك كل عطاياك خير كل عطاياك سلام كل قصدك محبة في محبة حتى أنا سامحوني على اللفظ مرات بقول هذا المرض بسماح من الرب عمره ما بيسمح بمرض بيعطيني إرادة حرة والمرض بيجي من أسباب كثيرة لكن وأنا في المرض عارف إنه في هالتجربة قادر يعطيني منفذ ويرفع عيني علي وينقيني وأكون أحسن من أول وأكون صحيح روحياً قبل جسدياً وهذا المهم لأنه أردت أن الجميع يخلصون وإلى طريق الحق يقبلون إلهنا إله خير إلهنا إله محبة ولا عمره فارقنا ولا رح يفارقنا له كل المجد
أبداً أبداً أحسانك ما تفرقنيش من وانا لسه فرح بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فرقنيش أبداً أبداً أحسانك ما تفرقنيش من وانا لسه فرح بالأم الرحمة شالتني وما سابتنيش مرة تعبت مرة تسندت مرة تشدد وانا وياك والمرات التانية اما بعد ارجع والقى ما نسيتنيش مرة مرة تعبت مرة تسندت مرة تشدد وانا وياك والمرات التانية ما بعد أرجع والآف ما نسيتنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش من وأنا لسه وما بلاقي النفس وما بلاقي نفس انهارت تحت رحاوي شك وضيق والنوم هارب مني وطالب قلبك واصرخ ما تسيبنيش وما بلاقي نفس انهارت تحت رحاوي شك وضيق والنوم هارب مني أطالب قلبك وأصرخ ما تسيبنيش ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده وأنا لسه فرح بالأم الرحمة ما شاركني وما فارقنيش أبدا أبدا سنك ما فارقنيش وأنا لسه فرح بالأم الرحمة شاركني وما فارقنيش وما تحارب وأنا في القارب في الموجة وبالريح تنازع بهزع رابع تيجي تدافع عني أعيش وما تحارب وأنا في القارب بالموجة وبالريح والهوم وابقى تنازع بهزع رابع تيجي تدافع عني أعيش ما فارقني أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ده ما فارقنيش وأنا لسه فرح بالهم الرحمة شالتني قولوا معانا ما فارقنيش ما فارقنيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش دوب قلبي حنانك سيدي سابني ما بين حمد وتسبيح وانا متاخد مسبي وساجد قدام حب ما بينتهيش ما فارقنيش
فارقنيش أبدا أنا أحسانك لا ما فارقنيش ما فارقنيش أبدا أبدا أحسانك لا ما فارقنيش وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالت شالتني وما سابتنيش وعظمك وباركك يا سيد أشكرك أشكرك هي واحدة من الأشياء رحمتك وإحسانك اللي ماشي معنا تستاهل إني أركع 24 ساعة شاكر ممتن ممتن يا رب لك المجد لك المجد Think Sunday school time right about yeah all right can we have all the Sunday school youth and kids come up How is everyone doing today? Good. All right, today I'm going to need a lot of participation from you, okay? What did you guys celebrate last week? Thanksgiving. Very good. Did you guys have a good time with your families? Very good. Now I want you guys to tell me what are some of the things. Can I get everybody to come on this side, please? So I can see your beautiful faces. Come this way. All right, I need some of you to raise your hands and tell me what you are thankful for. Yes. I'm thankful for God. Oh, that's wonderful. He's thankful for God. Good. What else? A house and a roof over you. Good. What are you thankful for? Thankful for family. Wonderful. Family and friends. Great. Food and water. Very important. Yes. That's amazing. He's thankful for his family and food and water and the Lord. Thankful for God. Wonderful. Thankful for everything. Wonderful. Remember our verse last week? It was give thanks in everything. Good job. You guys remember. So today is just a reminder. Yes, what are you thankful for? You're thankful for Christmas. Yes, we're all very excited about Christmas is coming up. And you know why for Christmas, right? Because Jesus came to earth. It's the most amazing blessing. Yes, definitely God's birthday. Very good. What are you thankful for? The snow. Okay, very good. What are you thankful for? Mom and Dad. Very good. You guys said all amazing things, and we are really thankful for everything. Yes, yes, what are you thankful for? For my mom. For your mom. I'm sure she's very thankful for you too. All right. So today is just a reminder that even though we might think that, you know, Thanksgiving, November is the month for Thanksgiving. Is that true? Do we only give thanks during Thanksgiving? No. No, right? The Bible says? All the time, exactly. We give thanks all the time. So we can't forget now that Thanksgiving is over and all the holidays for Thanksgiving is over, we can't forget that we need to give thanks to God every day and in everything. Can you say that? Give thanks to God in everything. Amen. All right. We're going to have Brother Samah pray for us today before you go to your Sunday school classes. تعالوا نقف مع بعض ونرفع ايدينا نحو اولادنا ونرفع لهم صلاه لابونا السماوي انت ابونا السماوي يا رب زي ما اختبرنا ابوتك زي ما اختبرنا ابوتك لحياتنا بنصلي ان انت الاب الصالح ليهم انت رفيق ليهم في كل لحظه انت اللي معاهم في كل وقت حتى اللي ما نقدرش ناخد بالنا منهم فيه يا رب باسم يسوع غطيهم بدمك واجعلهم ولادك باستمرار يمشوا في طريقك اجعلنا نكون مثل وقدوه ليهم باستمرار يا رب املى حياتهم بالشكر والفرح اللي موجودين في المسيح يسوع
ادينا اباء وامهات نكون اشاره وعلامات للطريق ليهم، اديهم يشوفونا باستمرار نموذج صالح، نموذج بيتبع المسيح. احميهم، باركهم، احفظ نفوسهم، احفظ اجسادهم، احفظ ارواحهم باسم يسوع. امين. All right, you guys are dismissed to your classes. Have a wonderful Sunday. Okay. غني انت فيا وملاني بترتيلك، تستاهل اغني لك. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ اكيد اكيد. مبارك اسمه. اللي يستاهلوا أنا بقدرش أعمله، لكن أنا بحاول قد ما بقدر إن أنا أعطيه المجد. وأكيد حضراتكم عندكم نفس الشعور، إنه شو ما نعمل قليل، لكن يستاهل نغنيله ونعظمه ونمجده. مبارك اسمه. لأنه يستاهل. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني غني أنت فيا وملاني بتقدير يسوع، غني أنت فيا وملاني بترتيلك. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني أنت فيها وملاني بترتيلك، غني أنت فيها. تستاهل أغني لك، تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. تستاهل أغني لك واعترف بجميلك. غني أنت فيها وملاني بترتيلك، ترتيلك تستاهل تسبيحي وشكري ومديحي. تستاهل تسبيحي وشكري، تستاهل تسبيحي، تستاهل تسبيحي وشكري ومديحي. تستاهل تسبيحي وشكري ومديحي. يا إلهي يا مسيحي كل حياتي ملك لك، تستاهل أغني لك. تستاهل أغني لك، غني أنت فيها وملاني بترتيلك، غني أنت فيها وملاني بترتيلك. تستاهل يا مليك مجد وكرامة لي، تستاهل يا مليك مجد وكرامة لي. تستاهل يا مليك مجد وكرامة، شوق قلبي اني اعليك واعيش اخدم انجيلك. تستاهل اغنيلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني غني انت فيا وملاني بترتيلك، غني انت فيا. تنادي لي وجيلك، تستاهل أغنيلك.
غني انت فيا املاني بتغني تستاهل اغني لك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك تستاهل اغني لك واعترف بجميلك غني انت فيا غني انت فيا وملاني بترابينا غني انت فيا وملاني بترابينا لك كل المجد لك كل المجد شكرا ليك يلي بترعاني يلي ايديك دايما رفعاني يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكاء وانت القلب اللي بيتحمل يلي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل انت الفرح في وقت بكاء وانت القلب اللي بيتحمل كل الحمد كل السجود والتمجيد ليك يا سيدنا
اللي مش بس ايديك دايما رفعانا، حياتنا كلها بين ايديك. سيد نشكرك، نشكرك لانه فعلا كل ترنيمه قلناها قليل عليك، احسانك عمره ما تركنا. بالحكمه انت وحدك ماسك زمام الامر. يحمدك الشعوب يا الله، لك كل المجد والتسبيح. كل ترنيمه قلنا لها الكلام قليل، لكن ساعدنا يا رب ان نكون كلمات شفاهنا تعكس ما في قلبنا من حب، ما في قلبنا من صفاء اللي انت بتعطينا اياه، ما في قلبنا من محبه لغيرنا اللي بنشوفه يشوف فينا يسوع. ونعظم اسمك ونمجدك لانك حاضر، تسمع الصلاه، تستجيب وتبارك، عمرك ما خذلت حد انتظرك. صلي بركه للكل في اسم يسوع. يا ضابط الكل بارك الكل، واعطينا يا سيد اليوم رساله على لسان اخوي المبارك اللي راح يكلمنا اليوم، تكون رساله شخصيه الي. قل له، قولي له الي انا شخصيا اتغير فيها، مش بس اسمع واحفظ ولا معلومات، لكن افكار مغيره لحياتي اليوم في اسم يسوع. نخرج متغيرين، هو قادر يغيرنا ويتكلم على لسان المتكلم. يباركوا بكلام يقوله لنا، ويباركنا احنا باذان صاغيه وقلوب سامعه وعامله بالكلمه في اسم يسوع. امين امين. مجد للرب. أحبائي شكرا كتير لأجل فرصة التسبيح، نشكر الرب من أجل أخونا ناصر، الرب يباركه. الترنيمة الأخيرة شكرا ليك يا اللي بترعاني، يستحق يأخذ كل شكر. ساعدني يا رب أعيش لك إيه عالي فوق العالم وفوق أحوالي، شوق يا رب أحبك أكتر. ده الرب اللي عايزه مننا، يكون أشواق قلوبنا أن نحبه أكثر وأكثر، كل يوم ننمو في معرفته وننمو في محبته وننمو في الحياة الروحية. هذا هو حالتنا موجودة في الكنيسة في هذه الأيام وفي هذا الوقت. أحبائي قبل ما نستمع لكلمة الرب، حابب بس ألفت أنظركم لبعض الأمور الهامة. حابين باسم الكنيسة أحبائي بنقدم تعزية خاصة للأخت ليلى بنيامين لانتقال الآب الفاضل الأخ جمال بنيامين هذا الأسبوع. أننا نصلي فعلا، صدمت نفوسنا وقلوبنا بهذا الخبر، لكننا نثق تماما إن مشيئة الرب صالحة وكاملة ومرضية. فنصلي عزاء للأسرة وخاصة الأخت ليلى، كلنا نعرفها هي مشجعة لنا ككنيسة وبتحضر معنا المؤتمر دايما. نصلي أن الرب يعطيهم تعزيات، ونصلي أيضا من أجل قناة الكرمة لأن الأخ جمال بنيامين كان من ضمن إدارة الكرمة. نصلي أن الرب يرسل تعزياته للعائلة ولكل من أحبائي سمع هذا الخبر. نصلي أيضا أحبائي زي ما قلت لكم الأسبوع الماضي إن هيكون لنا فترة، إحنا في آخر السنة هنبدأ الشهر الأخير من السنة، وقلنا إن إحنا ككنيسة متعودين أن يكون لنا طيلة شهر ديسمبر من 1 لغاية ليلة رأس السنة بيكون لنا فرصة رحلة صوم وصلاة مع درس كلمة الله وقراءة كلمة الله. ياريت نحط البوست ونشوفه، هتكون القراءات الكتابية في كل أسبوع، هنحط هذه القراءات وهحط أيضا كل أسبوع بعد كده القراءات على التواصل الاجتماعي. فخلينا كلنا ككنيسة نشترك مع بعضينا. الصوم أحبائي بقدر ما يسمح لك وقتك وظروفك، خلينا كلنا نشترك ككنيسة. أنا مش بحدد وقت معين للصوم والصلاة، لكن كلنا نشترك، كلنا نشترك، كلنا اتحاد طول الشهر أحبائي من 1 إلى ديسمبر نكون لنا فرصة صلاة وصوم. محتاجين في هذه الأيام للصلاة والتكريس لكي يبدأ بينا الرب نهضة ويبدأ بينا عمل، زي ما قلت المرة اللي فاتت. سؤال يوجه لكل منا، أنا وأنتم، أين وصلت في اختبار المسيحي؟ مرت سنين وسنين وسنين، وصلنا هنوصل لندخل ل2022، أين وصلت لاختبار المسيح؟ وقف مع نفوسنا وانت في صلاتك وفي صومك، اقف مع النفس، خلي وقف. انا فين؟ انا في اي
أي مرحلة من الحياة المسيحية، هل في المرحلة الأولى أو في المرحلة الثانية ولا في المرحلة الثالثة ولا في المرحلة الرابعة. الرسول بطرس يكلمنا في رسالته: أنمو في النعمة، أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. فخلينا كلنا نشترك ككنيسة في هذه الفترة. هذكر حضراتكم من خلال الفيسبوك ومن خلال موقع الكنيسة، وأيضا كل أسبوع هنحط هذه القراءات. اللي حابب مزيد من المعلومات أيضا يكلمني، وكلنا نشترك ككنيسة في دراسة كلمة الله وفي صوم وفي صلاة لأجل الرب يفتقدنا ويفتقد عالمنا ويفتقد بيوتنا وأولادنا وعائلاتنا. زي ما كمان في اجتماع صلاة للأخوات بدأ من مرتين في الأسبوع، بيكون يوم الثلاث، فالثلاث القادم ده بيكون في اجتماع ساعة 7:30 اجتماع صلاة للأخوات في الكنيسة هنا إثناء اجتماع الشباب، هم بيكونوا بيصلوا، مجرد صلاة فقط. إذا حابب تصلي، إذا عندك مشكلة ابعت لينا أو تعالى شارك مع الأخوات، وخلي الكنيسة يخرج منها بخور صلوات، وتصعد صلوات وتأتي إيه؟ هتأتي البركات. أول ما بتصعد صلوات هتأتي النهضة، تأتي بالصلاة أحباء، النهضة تأتي بحياة التكريس وحياة الصوم وحياة الصلاة. محتاجين ككنيسة أن تكون لنا هذه الحالة أحبائي. ما فيش أي حاجة للنهضة وللانتعاش ولتغيير الحالة إلا لما تكون لنا ركب ساجدة وحياة التكريس وحياة الصلاة. خلينا أحبائي نسمع كلمة رب، ونشكر رب لأجل وجود الأخ عادل إسحاق معنا في هذه الفترة، هو مسافر. نصلي أن الرب يباركه، باركه في وسطنا في الأيام في الأسابيع في الماضية، نحن نصلي أن الرب يباركه أيضا في هذا الوقت ليعطيه كلمة نحن في حاجة إليه. بنشكر الرب كتير أحبائي لأجل يقين حضور شخصه الكريم العظيم الغالي في هذه الفرصة، وسعداء بل فخورين أن نجتمع في محضر الرب ويكون الرب رأس ورئيس اجتماعنا ويحقق وعده لنا أنه هناك يكون في الوسط. إمتى؟ حيث ما اجتمع اثنين أو ثلاثة، بس في شرط خطير، اسمه باسمي. أصلي أن روح القدس يستحضر مجد المسيح أمام عيوننا عشان يكون الرب وحده هو هدف حضورنا وغاية حضورنا وموضوع الشبع الحقيقي لكل قلب فينا. هناخد فكرة روح القدس أعزائي كما جاء في سفر إشعياء أصحاح 5. سفر إشعياء الأصحاح 5: لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. هجر كمان الثلاث أعداد دول أو العددين: لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديئا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه
فيصير للدوس واجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب فيطلع شوك وحسك واوصي الغيم ان لا يمطر عليه مطرا. اله كل صلاح ونعمه يقدس لنا صوته وكلامه في هذه الفرصه. خلينا نكون بنصلي لحظات صغيره امام الرب ان الرب الروح القدس يستحضر مجد المسيح امام عيوننا ويكون الكلام واصل ليك. الموضوع مش وعظه ابدا بالمره، لكن يكون الكلام واصل ليه تاثيره في حياتي وحياتك، يكون كلام اللي بيغيرني ويغيرك كل يوم كل لحظه. نحن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كلمة الله تغيرني وتغيرك. إن كنت كلمة الله لا تغيرك فمن يغيرك؟ من يغيرك؟ من يغير الماضي إلى حاضر رائع وإلى مستقبل أكثر روعة؟ هو الرب. بين إيديك رسالة الفرصة يا رب، وعبدك ليس معه كلام لكن أنت المتكلم الحقيقي، ومكتوب إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله، وإن كان أحد يخدم فكأنه من قوة يمنح الله لكي يتمجد الله في كل شيء. عبدك من غيرك مش هيعرف يعمل حاجة أبدا. عبدك عنده كلام أجوف مش نافع، لكن أنت مصدر كل قوة لخدمة الرسالة تأثير روحك فينا يا رب. مكتوب فتح الرب قلب لدية فكانت تصغي إلى ما يقوله بولس. اعملها معانا النهاردة بسلطان الروح القدس، عندما تنفتح قلوبنا أمام الكلمة تثمر فينا وتغير فينا لمجدك، ولك كل الحمد آمين. الفاضل الشيخ صميل فوزي في الأسبوع الماضي تكلم عن واجبات الشكر أو الأمور التي من أجلها يجب أن نشكر رب، ووضع الروح القدس أحبائي معاملات الكرام مع كرمه. ألا هي تستحق أن نشكر رب لأجلها؟ لكن إن كانت أيضا لزوم واجبة للشكر لكنها تضعني تحت المسؤولية. حلو أن أنا أشكر رب، لكن لازم أعرف مسؤوليتي أمام كلمة الله، مش مجرد شكر خارج من لساني، لكن أصلي أن الشكر يكون نابع من قلبي عن اختبار حقيقي عشته للرب. النهاردة أحبائي رسالة الرب لينا عن الكرام الرائع الذي افتقد كرمه، كرام يفتقد كرمه. والجزء اللي أنا قريته من كلمة الرب مع أنه عددين اثنين في الجزء الأولاني، لكنه حوى على 9 معاملات تقريبا صنعها الكرام مع كرمه. 9 أمور تستوجب أن نشكر الرب لأجلها، لكن يا للأسف رغم معاملات الكرام مع كرمه، ماذا جاء الكرم به؟ صنع عنبا رديا. هل كانت أشواق الكرام عن كرمه أن ينتج عنبا رديا؟ أبدا بالمرة، لكنه صنعها أو صنعوا غرسوا لكي يصنع العنب اللي عايزه الرب، الثمر اللي عايزه الرب. يمكن الكرم نفسه رضي بأي ثمر أي نوع أي شكل أي صورة، لكن الكرام ما عجبوش نوع العنب اللي طلعوا الكرم. يقول عنه: لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا؟ أتكلم بسرعة أحبائي عن المعاملات 9. بدأ النشيد بكلمات رائعة: لأنشدن عن حبيبي نشيد محب لكرمه. بدأ بالحب، الكرام يحب كرمه، يحب كرمه. سألت الكرام: هل كنت تعرف مسبقا
ان الكرم هيطلع عين برادي. الرب كان عارف ولا مش عارف؟ عارف. امال بتحبه ليه؟ يرد الرب يقول اذا طلع ثمر حلو انا بحبه، وان طلع ثمر رديء انا كمان بحبه. الله، بتحب كرم بيطلع ثمر رديء متعب مؤلم سبب مرارة لمن يأكله؟ قال أيوة. ليه؟ لأن قاموس الرب ما عندوش حاجة اسمها كراهية أبدا. هكذا، قول معايا، أحب الله العالم. أي عالم؟ العالم الشرير البغيض، العالم اللي ميتحبش، العالم المليان فساد. هذا الكرام كان يعلم مسبقا أن الكرم مش هيطلع الثمر اللي هو عايزه، لكن كان بيحبه، بيحبه. وانا عايز اقول لك اخي الحبيب النهارده، لا تشك في محبه الرب ليك. ان كنت في عمق خطاياك الرب يحبك، وان كنت قديس من قديس القرن العشرين او الواحد وعشرين الرب بيحبك. يا احبائي، ده الهنا، اله الحب، حتى انه كتب عنه لانشدنا عن حبيب نشيدة محب لكرمه. وكأن الروح القدس أحبائي عبر عن هذا الحب في صورة نشيد، نشد أو أنشد عن هذا الحب، تكلم عن الكرام الذي يحب كرمه رغم أنه كرم معيب، رغم أنه كرم مليان بالمرارة، لكن كان الكرام يحبه. مرة تانية هقول لك، الرب بيحبك. إن كنت في حياتك الماضية لم تنتج إلا عنبا رديئا، الرب بيحبك. الأمر الثاني أعزائي، يبقى الافتقاد الأول كان افتقده بالحب. الأمر الثاني أحبائي يقول عنه كتاب، كان لحبيبي كرم. وكلمة اللام هنا تعني الملكية. الكرام بيقول عن الكرم إن ده كرمي أنا، بتاعي أنا، ملكي أنا، ملك أنا مش ملك روحه. طب التطبيق العملي، عايز أقول لك النهاردة، أنت مش ملك نفسك. لازم تعرف أنك عايش، لازم تعيش للرب. أنت مش ملك روحك أبدا. إحنا مش لأنفسنا بل الذي مات من أجلنا وقام. الرسول بولس بيقول كده، لستم لأنفسكم. انت مش ملك نفسك تعمل ما بدالك او تعمل اللي في هواك ابدا. يا احبائي، كانت المشكله الاولى اللي دخلت الارض والعالم ادم الاول عندما صنع ما في قلبه وصدق غوايه الحيه التي اغوت حواء بها. اراد ادم ان ينفصل عن الله، وارادت حواء ان تنفصل عن الله، تصيران كالله عارفين الخير والشر. قالوا ننفصل عن ربنا، احنا نعمل به ايه ربنا ده؟ احنا مش عايزينه في حياتنا. يا احبائي، العالم الذي نعيش فيه هذه الايام، اسمحوا لي اقول، حاول ويحاول كل يوم ان ينفصل عن الله باي صوره. نجح الشيطان ان يفصل الناس عن الله. ربنا في وادي وانا في وادي، ربنا في سكه وانا في سكه، ربنا في حته وانا في حته. اوعى تنسى انك للرب. كان لحبيبي كرم. الامر الثالث بسرعه احبائي، كان لحبيبي كرم على اكما، يقول الكتاب على اكما خصبه. دي الثالثه والرابعه مع بعض. كلمه اكما معناها مكان عالي، مكان عالي. الكرام ما جابش كرم هنا هفيه، لا 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 ابدا. يا مؤمن أخويا الحبيب، أنت مش هفية أبدا، أنت غالي على الرب. وكأن الكرام عشان يغرس الكرم بتاعه اختار له مكان عالي. ألا تدري أنك في مكان عالي وضعك الرب فيه؟ مكان عالي اجتماعيا، مكان عالي ماديا، مكان عالي صحيا، مكان عالي إداريا. أنت رب أسرة، أنت في مكان مرموق، أشكر الرب من أجله. إن كنت تعيد عيد الشكر، واجب عليك أن تقدم الشكر للرب. أنت على أكمة، أنت في مكان عالي، أنت رب أسرة رائع، أنت ربة أسرة رائعة. وبعد ذلك كله عملي الكرم، طلع عنب اسمه عنب ردي.
مش بس أكمة لكن أكمة شكلها إيه؟ خصبة. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، يعني أرض نافعة للزراعة، يعني ما فيش عذر عند الكرم، ما عنديش عذر ولا حجة. لما بيطلع عين برادي يقول أصلي أنا اتحطيت في مكان مش مظبوط، مش في مكان خصب، الأرض بتاعتي مش نافعة. صدقني بقول هالك، الأرض اللي انت فيها أرض خصبة. أليست هذه الكنيسة أحبائي المحبوبة على قلب الرب هو المكان الخصب الذي يتمنى كل الناس أن يعيشوا فيه؟ صدقوني عندنا بلاد أو قرى في مصر كتير محرومة من كنائس، ما عندهمش كنيسة، ما عندهمش مكان يصلوا فيه. وأعرف ناس بينتقلوا من قرية إلى قرية عشان يروحوا يصلوا في مكان تاني 3 كيلو يمشيهم على رجليه، ويرجع بالليل تاني هو ومراته وعياله، جايين منين؟ لكن انت هنا قاعد في مكان رائع. يا رب دينا نعم عشان نحقق قصد الرب من وجودك في هذا المكان، مع وجود إخوة مؤمنين في هذا المكان، مع وجود راعي أمين في هذا المكان. أحبائي ليه بتضيع الفرص؟ أوجك الرب في مكان خصب. ده مش بس الكنيسة، عارف أعظم حتة ليك كأرض خصبة؟ كلمة الله. اسمح لي أقول لك، إذا كان الرب حط معاك كتاب مقدس، أنا بدخل بيوت في بعض البلاد أحبائي بشوف 4 كتب مقدس، 5 6، 2 في أوضة النوم، 1 في الصالة، 1 في الأنتريه، 1 هنا وواحد هنا. لكن أسأل سؤال، بتقرأ قد إيه؟ بتعيش في كلمة الله قد إيه؟ الكرم محطوط على أرض خصبة، وما أخصب كلمة الله النافعة للتعليم، النافعة للتوبيخ والتقويم الذي في البر، ليكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح. وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. أنا لا أدينك، لكن في خلال شهر نوفمبر اللي بيشطف ده، كم مرة قرأت فيها كلمة الله؟ كم مرة رجعت إلى كلمة الله تدور على آية، على موضوع، على تفسير، على كلام، على حديث للرب تكلم فيه إليك؟ يا أحبائي أصبحت أغلق الكتاب المقدس ووعظة يوم الحد كفاية علي، ده أنا بروح الكنيسة، ما يكفيش. بقول لك من فوق منبر الرب، والرب يديني على هذا الكلام، أنت مسؤول، أنت مسؤول إن كنت لا تقرأ كلمة الله. أحبائي كلمة الله تعقلني، تفهمني، تحكمني، تصيرني. نعم أحبائي، تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. إن كان عندنا الكلمة وهي أثبت، ماذا تقرأ؟ ماذا تقرأ؟ بتضيع وقتك في إيه؟ ادينا نعمة في هذه الأيام يا رب عشان نعود إلى كلمة، إلى الشريعة وإلى الشهادة. إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. يعني ليس لهم فجر؟ يعني هيعيشوا في ظلمة. أيوة، ليه يعيشوا في ظلمة؟ لأنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. يا أحبائي الأمر مش عايز يعني شطر أبدا بالمرة، ده أمر واضح. إن عشت في كلمة الله وقرأت كلمة الله أهنئك، وأنا متأكد جدا إن كلمة الله ستغير فيك كل يوم. أنتم أنقياء قال المسيح بسبب الكلام الذي كلمتكم به. طب وإن ما جرتش الكلام ده مش فيش نقاوة، أجيبها منين؟ أجيب منين حياة القداسة والتقوى؟ أجيب منين؟ العالم يغلبني. هذا الكرم موضوع على أكمة، ومش بس أكمة لكن أكمة إيه؟ خصبة، أرض نافعة. عشان كده أنت بلا عذر أيها الإنسان.
أنت بالعذر. لما مش هتطلع ثمر تقول أصلي وأصلي، لا 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 لا، ما فيش عند الرب، ما فيش كده عند الرب. لا تلوم إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك. نعم أحبائي، هذا الكرم لم ينتج عنبا رغم أنه موجود على أكما خصبة. الأمر اللي بعد كده الخامس، نقبه. نقبه يعني إيه نقبه بقى؟ يعني طاف حواليه. أراد الكرام أن يدخل إلى الكرم، عمل إيه؟ لقى السور عالي. طب الكرم عايز، الكرام عايز يدخل جوه الكرم. الكرم ده غيط عنب، حقل كبير مليان بأشجار عنب. الكرام عايز يدخل، من كتر الأحجار اللي على باب الكرم والتراب مش عارف الكرام يدخل. فعمل إيه؟ يمكن كسر الباب، يمكن نقبه. كلمة نقبه هنا على فكرة في نقب أفقي ونقب رأسي. في عند في الفلاحين لما جماعة لصوص أو حرمية مش عارفين يدخلوا البيت بيعملوا إيه؟ ها؟ ينقبوا الحيطة، يعني يكسروا، يعملوا فتحة في الحيطة عشان يعرف واحد يدخل، ولما واحد يدخل يلف ويفتح، يفتح الباب للباقين. الكرام عمل كده، نقبه. طب والسور؟ قال ما يهمنيش السور، انا عايز اوصل للكرم. طب والحيطه؟ يمكن الحيطه جميله. قال ما يهتمنيش الحيطه. صدقني اسمح لي، يمكن يضطر الكرام يكسر الحيطه. انا فمره كنت بخدم الخدمه دي بلد من البلاد، واحد جالي بعد الخدمه قال لي الرب كسر علي الحيطه، كسر الحيطه اللي مستخبي وراها، كسر الحيطة اللي أنا متداري وراها. كنت متكل على أولادي، متكل على فلوسي، متكل على صحتي، ورب عمل حاجات كثيرة معايا لأنه كان عايز يوصل لي أنا. هو قال كده. حبيبي لا تجبر الرب، لا تجبر يد الرب إنها تكسر الحيط، هو يعرف يعملها. بس افتح الباب، إن سامع أحد صوتي وفتح الباب أدخلوا إلي. هو وعد بكده، أنا زواقف على الباب وأقرع إن سامع. يا رب تتفتح هدانا النهاردة، أذاننا الروحية تتفتح. نقبه عشان يدخل، يوصل. غاية قلب الرب أن يوصل لك أنت. قالها داود في مزمور الراعي، الرب راعي فلا يعوزني شيء، يرد نفسي في عدد ثلاثة، يرد نفسي. يعمل ايه؟ يهديني الى سبل البر من اجل اسمه. الرب عايزني انا، عايزك انت، انت لي، انت ملكه، هو بيحبك. مالك بعيد، مالك بتهرب، مالك بتزوغ، بس مش هتعرف تزوغ، مش هتعرف تزوغ. انا ما اعرفش ليه الرب صدقوني حط الرساله دي على قلبي. يا مناس عايز تزوغ من الرب، انا بقولها لك مش هتقدر تزوغ منه، مش هتعرف تفلت منه. إن صعدت للسموات فأنت هناك، وإن فرشت في أقاصي البحر أنت هناك. يروح فين الإنسان أخوي العزيز؟ نعم نقبه، نقبه، عايز يوصل للكرم، يشوف إيه العلة وإيه السبب اللي فيه اللي مش اللي بيخليش يطلع الثمر المطلوب. بعد كده عشان ما أطولش على حضراتكم، نقبه وعمله، نقى حجارته. وطبعا نقبه دي لا ننسى لما كان في شجرة التين اللي جت في إنجيل لوقا صح 13، لما الكرام بيقول لصاحب الشجرة، بيقول الكرام هو ذا الساسلين آتي أطلب فيها ثمرا ولم أجد، اقطعها لأنها تبطل الأرض. الكرام قال له إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا، أنقب حولها، أنقب حولها، يعني أنا هحفر لتحت هنا، أشيل الحجارة. حجارة هي كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة وصغيرة. تخيل الرب عشان يشيل الحجارة اللي معطلاني ميل، مش هو ميل؟ ميل ولا ما ميلش؟ أخلى نفسه،
آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وجد في الهيئة كإنسان، قول كده وضع نفسه. ليه بتوضع؟ ليه بتنزل؟ قال عشان أطلعك، أنزل عشان أنت تطلع لأنك تحت. مصدقوا لولا النعمة الإلهية كان زماننا تحت وعايشين تحت، تحت الحجارة، والكرام انحنى، إيده تعورت أيوة، التراب جاء عليه أيوة، اتبهدل أيوة، اتعرى أيوة. مش ده اللي قال عنه الكتاب؟ اقتسموا ثيابي وعلى لباسي ألقوا قرعة. الرب تعرى، الرب أهين في مشهد الصليب. أحبائي بتعمل إيه؟ قال أنا بفتقدك، أنا عايز أوصلك وهدفع الثمن عشان أوصلك. ودفع الثمن عشان ترجع له، دفع الثمن عشان تتوب، دفع الثمن عشان يلاقيك. نعم أحبائي، نقبه، شال الحجارة الكبيرة والحجارة الصغيرة. يا ما ناس عايزة تتوب، بس بقول لك إيه، الخطايا يعني الصغيرة سيفنش، دور على الكبيرة. الكبيرة أنا لا قاتل ولا سارق، هم دول بس الخطايا، لا قاتل وسارق، هم دول الخطايا اللي انت حاسبها، مادام ما بتعملهاش تبقى إنسان كويس. ده فكر الحماقة، خطية. إن قلنا أننا بلا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يا رب دي نعمة لكي نتوب في هذه الأيام، نرجع لشخصك الكريم العظيم الغالي. نقبه ونقى حجارته. نعم أحبائي، ده اللي عمله شخص الكرام العظيم. بعد كده غرسه كرم إيه؟ سورق. سورق يعني مختار، نجاوة يعني. راح جاب الشتلات هو ونزل للمشتل اللي بتتبع فيه الشتلات ونجى أحسن شتلات. هو عمل كده. انت مش النعمة عملت فينا كده؟ مش انت كرم مختار؟ سورق يعني مختار. أفسس واحد يقول الكتاب الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. أنت مختار، أنت عينة مفضلة في عيني الرب، أنت عينة غالية على الرب. لماذا تهين نفسك وتهين الرب؟ رغم أن الرب حطك في الاعتبار، كتبك في النوتة بتاعته، كتب اسمك وعايزك ترجع لأن ليك سجل في سفر الحياة. يا أحبائي، ياما بسبب جهلي أضيع هذا الافتقاد الإلهي، أضيع الفرصة، أضيع أنك كرم سورق. نحن لم نتعلم المسيح هكذا. يقول الكتاب عن المؤمنين: أما أنتم فجنس مختار، قول معايا، أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. يعني أما أنتم، يعني أنت غير الناس. المفروض المؤمن يكون غير الناس. شمشون مرة قال لي دليلة كده الكلام ده: أضعف وأصير كواحد من الناس. ليه؟ هو أنت مش من الناس؟ كنت من الناس قبل الإيمان، كنا زي بعض، كلنا واحد. في آدم الأول مات الجميع، لكن النعمة ميزتك، خلتك كرم سورق، كرم مختار، نجاوة. يا عجبي على النجاوة اللي اختارها الرب، مع أننا نحن في الأصل كنا يرد علي في أسوأ الحالات، اختارنا وهو عارف كويس أن ماضينا يشهد عن أسامنا، ماضينا يشهد عن معاصينا، لكن هذه هي النعمة. غرسه كرم سورق. مش عايز اتكلم عن الاختيار الازلي عشان ضيق الوقت يا اعزائي. يقول الكتاب بعد كده: بنى في وسطه ايه؟ برجا. بنى برجا في وسطه، عمل له برج. والبرج ليه اتجاهين: برج للحراسه وبرج للمراقبه. حراسه، انت عملت له برج تحرسه؟ قال ايوه، هو ما يعرفش يحرس روحه.
هو زي الطفل الصغير عايش حارس باستمرار. ألم يقول الرب هذه الكلمات أعزائي؟ أنا الرب حارسها، أشقيها كل لحظة لئلا يوقع بها. الرب هو اللي بيحرس. الكلام اللي كتبه بطرس في رسالته، أنتم الذين بقوة الله إيه؟ محرسون. هو المؤمن يعرف يحرس روحه من إمتى؟ ده بطرس نفسه، ده عارف كتبها إمتى بطرس ديه؟ بعد ما أنكر المسيح، لما كتب الرسالة بتهيألي الروح القدس فكره، يا بطرس اوعى تفكر إنك أنت اللي حارس روحك أو أنت اللي حافظ نفسك، أنت نسيت إنك أنت أنكرت الرب 3 مرات. قال ألحق روحي واكتبها، والروح القدس قاده. يقول عنه كتاب، أنتم الذين بقوة الله محروسون. مجدا للرب، مجدا للرب. الكرام حارس الكرم. يقول الرب عن أورشليم، كم مرة أردت أن أجمعك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. حضناهم، حضناهم. يا مؤمن أنت محمي في دم يسوع، أنت محمية في جناحات الرب. نعم أحبائي، ما تخافش، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا، بآمنوا به هكذا قال المسيح. الرب هو الحارس، هو الضامن. نعم إذا سرت في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلدع، واللهيب لا يحرقك. إزاي يا رب؟ قال سيب الباقي علي، على الرب هو اللي يحميك، الرب هو اللي بيحفظك. برج الحراسة، برج الأمان والضمان في شخص ربنا يسوع المسيح. حبيبي اللي عامل لنفسك برج، صحتك، أموالك، جاهك، سلطانك، شغلك، عملك، سياراتك، عرب بيوت، اوعى اوعى اطلع، كل ده ما عندوش، ما فيش ابدا، لا يعطيك الحمايه. جاءت كورونا ماذا فعلت؟ واين هي الحمايه في العالم؟ العالم قدر يحمي الناس من كورونا؟ اشهر العلماء فشلوا لغايه النهارده، مش عارفين السر وراء هذا الوباء الخطير. اعزائي، مره يتحور، مره يتغير، مره يكبر، مره يصغر، والعالم محتار. ايه الموضوع؟ ايه السر؟ لان ما فيش حمايه غير في الرب، ما فيش امان غير في شخصه الكريم الذي هو لنا كمرسات للنفس، مؤتمنه وثابته. هو الرب وحده له كل المجد. اصل في مرسى مش امن ولا سليم، مرسى يعني المكان اللي ترسي عليه السفينه، ممكن ترسي على مكان يكون المكان ده بيتحرك ياخدك ويجع، ترسي على مركب تانية بتتحرك ممكن تسقط في المية، لكن المرساة المؤتمنة الثابتة الرب يسوع وحده له كل المجد. هو لنا مرساة مؤتمنة وثابتة. لكن مش بس البرج معناها الحراسة، لكن معناها المراقبة. مراقبة، هو بيراقب، بيراقب ولا مش بيراقب؟ بيراقب، شايف وسامع وعارف، وعارف كويس هو بيعمل ايه. يا اللي بتعمل خطيه وتظن ان ما حدش شافك، ان ما كانش حد شافك، هو شافك، هو شايفني. الرب شاف اسرار قلبي، فهمت فكري من بعيد. الرب فاهم افكار قلبي، عارف كويس انا بعمل ايه وانت بتعمل ايه. يحمينا الرب اعزائي. عشان تصدق ان في مراقبه، اسأل يوسف لما عرضت عليه الخطية، يقول ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ هو فين؟ هو فين ربنا يا عم؟ في كل مكان. فين يا يوسف ربنا؟ احنا مش شايفينه. كأنه يقول لزوجة فيتيفور، انت ما تشوفهش لكن انا شايفه، انا عارف كويس ان الهي عامل برج علي اسمه برج الحراسة وبرج المراقبة. عيني الرب تجولان في كل الأرض. هو شايف ولا مش شايف؟ سامع ولا مش سامع؟ نعم أحبائي، بنى برجا في وسطه، لكن بعد كده نقر فيه أيضا إيه؟ معصرة. عمل جوه الكرم ده معصرة. ليه؟
عشان العنب ده كنا زمان لما كانت شجرة واحدة كنا يعني نعصرها حتى بإيدينا، ولما كترت شوية كنا بناخد العنب نعصره برا في المعاصر التانية. لكن لما الدنيا وسعت والكرم كبر 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 كبر، قال إحنا نعمل المعصر هنا، نقر فيه أيضا إيه؟ معصرة. وده معناه إيه يا أحبائي؟ أحلام الكرام، آمال الكرام، عامل فيك معصرة. يعني إيه؟ يعني الرب عنده أحلام ليك، أحلام تخصك. يا رب أنجل حلمك ليا، الحلم اللي أنت بتحلمه ليا. مرات إحنا مفروض يكون عندنا أحلام روحية طبعا، يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخ، مفروض يكون عندي حلم إلهي. لكن سامحوني مرات الأحلام حتى العالمية انقلبت إلى كوابيس الأيام دي، بدل ما يحلم حلو كويس يجيله كابوس. يا رب احمينا الأيام دي. الكرامة عنده أمل، عنده اشتياق إن الكرمة يطلع عنب. قال له أعمل لك كرمة هنا، أعمل لك معصارة هنا، بس أنت طلع العنب وأنا علي العصير. ومعروف إن العنب كان بيتعصر في أورشليم عشان إنتاج الخمور، والخمر رمز للفرح. أنا بقول الكلام ده ليس تصريح بشرب الخمر، لا 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 إطلاقا، لكن القصد يا أحبائي هنا عشان تزيد الأفراح، يزيد سرورنا في الرب. فرح الرب هو قوتكم، فرحا أفرح بالرب، قال إشعياء هذه الكلمات، فرحا أفرح بالرب. نعم تبتهج نفسي بإلهي. ليه؟ لأنه ألبسني ثياب الخلاص، كساني رداء البر، مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى الفرح فين؟ رد علي. فرح الفاجر إلى لحظة، هل العالم يعطي فرح؟ نعم العالم يعطي فرح، لكن فرح وقتي. تفرح النهاردة وبكرة حزين، مش بكرة، في نفس اليوم يحزن ويكتئب ومش طايق نفسه، إيه ده؟ أصل فرح العالم كده، العالم ما يديكش فرح. لكن الفرح الحقيقي عندما يمتلكك روح الله لكي تفرح فرحا لا ينطق به ومجيد. فرح تبتهج نفسي بإلهي، ده إشعياء بيقول، مش بس أفرح ده أنا أبتهج. معروف أن الابتهاج أكثر عمق من الفرح، ممكن الفرح يكون سطحي لكن الابتهاج طالع من هنا بقى فرحان. يا رب املانا فرح بشخصك الكريم العظيم الغالي، وليحقق الروح القدس أحلامه فينا ورؤيته من جهتنا. نقر فيه أيضا معصرة، بنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة. الأمر اللي قبل الأخير، فانتظر، قولوا معايا عمل إيه؟ انتظر. لخص كل اللي عمل الكرام في الكلمتين دول، انتظر أن يصنع عنبا. تخيل معايا لما تعمل مجهود كبير 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 مع واحد ليكن ابنك في دروس، طبعا عندنا في مصر هنا ما فيش الكلام ده، ويعني الاب عمل دروس خصوصيه للولد ودروس ومذاكره ومكتب نظيف وغذاء واكل، الاب بعد ده كله يعمل ايه؟ رد علي. دخلوا اغلى المدارس، احلى المدارس، علم التعليم عالي، انتظار الاب بعد ده كله. رد علي، لو سالت الاب مستني ايه؟ ها الولد ينفع ينجح ويجيب مجموع عالي، حق ولا مش حق؟ حق الاب ولا مش حق؟ رد علي، حقه، ده تعب. انتظر ان يصنع عنبا. بتخيل الكرام عمل كده وباصص على الكرم، قال له عملت معاه كل ما يعمل واكثر من المطلوب. حتى هو بيقول كده، ماذا يصنع ايضا لكرمي وانا لم اصنعه له؟ انا عملت كل حاجه، الدور والباقي على الكرم يطلع عنب. ربنا اعطاك فرصه واثنين وثلاثه وعشره وعشرين. اقول ايه؟ طب انا هرجع للوقا 13 اللي اتكلمت عنه، عن موضوع شجره التين. لما راح للكرام وقال له اقطعها لانها تبطل الارض، الكرام قال له ايه؟ ها مين فاكر؟ اتركها
هذه ايه؟ سنة. هو قبليها قال له 3 سنين آتي أطلب فيها ثمرا ولم أجد. الكرام ما قالوش طب سيبها 3 تاني، ما قالوش كده، ولا سيبها 2 سنين، لكن قال له ايه؟ سنة. يعني ايه سنة؟ ليه سنة؟ ليه ما طلبش 3؟ الرب عايز يقول اللي فات كتير واللي باقي حاسب، حاسب الأحسن، الباقي مش هيكون كتير. هو قال كده، اتركها هذه السنة أيضا. حضرت 7000 اجتماع ومستني تحضر 7000 الثانية. مين قال لك؟ مين قال لك إنك تحضر 7000 ولا 8000؟ مين اللي قال؟ حضرت 7000 اجتماع دي نعمة إلهية، لكن الرب ليه توقيت. توقيت، أنا عايز أمشي ربنا على توقيتي، أمشي على مزاجي. مش هيحصل. عارفين الناس الأيام دي حتى في الصلاة الربانية بنقول لربنا إيه؟ كما في السماء كذلك على الأرض. عارفين الناس بتعمل إيه؟ بيقول لربنا كده، بتخيل يعني، كما في الأرض كذلك في السماء. أنا أقول وأنت تنفس، أنا أخطط وأنت تنفس. ينفع الكلام ده برضو؟ أخذ مكان ربنا وحط ربنا مكاني. انتظر 3 سنين لم يصنع، لم يأتي فيها ثمر شجرة التين. 3 سنين أجي أطلب فيها ثمرا ولم أجد، وده حقي لأن الشجرة دي بتاعتي، اقطعها لأنها تبطل الأرض. قال له معلش، في شفاعتي، في وساطتي، عشان خاطري، عشان محبتي، اتركها هذه السنة أيضا. حبيبي لا تفتكر أن العمر ده بتاعي وبتاعك. ما هي حياتكم أنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، وأنت لا تعلم الظروف اللي ممكن تقسي قلبك. ممكن يكون لك عمر طويل بس قلبك يتقسى. هل تعلم أن الحجر المتروك في المياه بيتحول مع مرور السنين إلى أصلب حجر؟ أنا كنت أفتكر غير كده. يعني على حافة النيل عندنا أو الترعة الإبراهيمية أو غيرها في أحجار كتيرة، لما تجيب حجر مدفون في المية من سنين طويلة وتحاول تكسره تلاقيه من أصلب ما يمكن، مع أن مفروض المية تعمل فيه إيه؟ مفروض تلينه، لكن ازداد صلابة، ازداد قساوة، مش نافعة في أي وسيلة. إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ اوعى تعمل زي الحجر، من كتر ما بتحضر اجتماعات قلبك هيتجسى، تبقى كلمة الله حاجة عادية عندك، حاجة عادية. إيه الوعظة؟ ما الوعظة خلاص، وعظونا الحد اللي فات عن كذا والحد الجاي، ومستعد أوعظهم لك، ومستعد أقولهم لك، ومستعد 1 2 3 4 ويقول لك النقط على فكرة، وهو عايش من أشر ما يمكن في البعد عن الله. انتظر أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. نعم أعزائي، والكرام بيعتب كتير بعدما طول باله على الكرم، سأل سؤال خطير. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، احكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ هو جاوب على فكرة. رجال يهوذا أورشليم ما يعرفوش، هم هربوا. كانت يهوذا أشر من إسرائيل، وإسرائيل أشر من يهوذا، فيش حد حلو، ما قدريش يردوا لأنه هو عارفين. بس الكرام أجاب برد صعب ومؤسف للغاية، أنا مش هتكلم عنه. روح البيت جرام في إشعياء 5 بعد كده، أنا قريته من على المنبر، لكن الله لا يسمح بأن ده يحصل. النتائج الصعبة المرة اللي حصدها هذا الكرم يا أحبائي، لما عاند وتقسى، كم عقابا أشر يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب
دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. كنت عايز تشكر في عيد الشكر، خلي شكرك اختباري، خلي شكرك نابع عن اختبار جديد تعيشه للرب، تتغير حالتك، تسعد أمور كلمك بيها الرب النهاردة، صنعها الكرام مع كرمه. تعالى اشكر الرب واغتنم الفرصة، حقق حلم الرب فيك وأمال الرب الموضوعة لك. لإلهنا كل المجد، أمين. خلينا نصلي. أمين. نشكر الرب كتير على اللي سمعناه، اللي بيطلب منا نكون هو الهدف، هو الغاية في حياتنا، نغير اتجاهنا، نغير أفكارنا، عارفين أنه عملنا كتير، عملنا كتير، وعلينا أن نطيع ونسلم. عين العقل أنه سلم له حياتك، سلم له قلبك، عيش له، كن جاهزين، كن جاهزين لما ينادينا، كن جاهزين في أي لحظة لما ناس تشوفنا وتسألنا عن سبب الرجاء اللي في قلوبنا. لما انظر لصليبك ترخص في عيني أمجاد الكون، خليني أعيش شاهد بين الناس إنه الدم اللي فدانا ثمين، إنه هالكرام عمل كل ما يعمل لهذا الكرم. أشكرك وعظم اسمك. ساعدنا يا رب العيش.
رسم دخولي